مشاهدي شوف تي في تبارك الله عليكم في هذا البث المباشر كنت واجدو في اكبر ساحه مدينه وجده هي ساحه باب سيدي عبد الوهاب. غادي نشوفوا معكم الاجواء ديال الاحتفالات داخل المدينه القديمه، احتفالات يعني براس السنه الميلاديه بالمعنى. ندخلوا ندير واحد الجوله خفيفه ظريفه طبعا. دخلوا من هنا، مشوا من هنا، اجي واحد. لا مصور. إذن كما كتشوفوا يعني أجواء هنا في مدينة وجدة، يعني باب سيدي عبد الوهاب. أجواء الاحتفالات شوية غادي ندخلوا باش نشوفوا الناس كتشتري الفواكه الجافة، يعني هذه عادة وجدية وكاينة في جل المناطق المغربية، يعني كما كنقولوا حنايا دائما في هذا الشهر يناير خصوصا هذا النهار هذا الناس يعني كتنزل السوق احتفالات بهذه السنة يعني أمازيغية طبعا. هنا في وسط المدينة كما كتشوفوا يعني الأجواء، الناس كلهم هابطين للسوق. ساحة باب سيدي عبد الوهاب. أجواء كما كتشوفوا احتفالات السنة الأمازيغية طبعا. نحييكم من مدينة وجدة في هذه الأثناء، غادي نحاولوا نتوغلوا داخل باب سيدي الوهاب، توغلوا داخل باب سيدي عبد الوهاب باش نشوفوا يعني الاجواء ديال الاحتفالات طبعا في هذا البث المباشر. لا تشوفوا هنا يا أصحاب جبت هذا كما كتشوفوا يعني حلويات، يعني الناس كتشري حلويات باش تحتفل بهذه الليلة هذه. نمشيو عند البائعين ديال الحلويات جافة. هاني اخويا واه لا لا ضروري واه والله يهودي الله يهودي. كتشوفوا واش واه ضروري واه واه لا ضروري شباب. شوف الخلاص كيف يعني اخوان هذه الاجواء ديال الاحتفالات في السنه الامازيغيه تبارك الله عليهم، يعني اجود انتقلوا لجهه اخرى. شوفوا صاحب الناس كما كتشوفوا اخوتي اخواتاتي، حنا داخل السوق ديال الاسواق ديال باب سيدي عبد الوهاب، يعني كما كتشوفوا المنتوجات الناس كتشري. Thank you.
هذو الاجواء ديال الاحتفالات في السنه الامازيغيه هنا في مدينه وجده. تحياتي تبارك الله عليكم. بحال قد جاك صباح بخير. سلام. الحمد لله. شي كلمه شي كلمه. شوف دير حياه خويا محمد. كتكمل لا فامي دوز من هنايا مرحبا. غادي دير الجاليه الزكراويه المقيمه بجده. عندي هنا الجاليه الزكراويه المقيمه بجده ضروري. خزن دير هذا علقوا في سامارش هنا. ما يفوتش ريبورتاج بلا فافيت انتيردي. واخا سيدي المناسبة هي كنحتفلوا بالسنة الأمازيغية والسنة الفلاحية متزامنين في 11 يناير و 12 يناير. السنة الأمازيغية رأس السنة الأمازيغية والفلاحية. كنبيعوا اللوز القرقع الباكام القسطل الزفيزف كاين القوقو كاين التمر الشريحة هذو هما يعني الفواكه الجافة كاملة. الإقبال شوية هذا العام راك عارف مع الظروف تاع كورونا راه الله يحسن العون الناس زعما ماشي واه. هذا الشيء تقريبا كاين شي حاجه ديال البلاد كاين اللي كيجي من برا يعني كل حاجه ولكن الاغلبيه ديال الحوايج ديال البلاد. سيدي عندنا اللوز عندنا القوقو عندنا الشريحه القرقع كاين حتى هو فيه تاع البلاد وكاين تاع برا. هذا ديال البلاد واه وهذا ديال برا واه واه. كاين الزفيز حتى هو انتاج وطني وكيكون غير في الجهه الشرقيه جهه تاع تكافايت و غير في الجهه الشرقيه لا ما كاينش. مرحبا. لا لا الكليان كياخذ على حسب الذوق ديالو على حسب الامكانيات الماديه ديالو يعني هذاك بالنسبه اللي مخلط هذاك يعني كيكون في لاكاليتي شويه ناقص يعني الواحد اللي الله يحسن العون ماشي كلشي ميسره له الامور باش يفرح دوك الوليدات وداك الشيء يعني كيدي ما قسم الله وصافي. شكرا. انتم هذا الشيء هذا كاين هكا لا ايام اخرى كتبيعوه؟ لا حنا هذا الشيء كنبيعوه على العام تقريبا على العام تقريبا واحد ولكن يعني في هذا احتفالا بهذه السنه الامازيغيه والفلاحيه كتشوف تبارك الله السوق كينوار وكنبدلوا الديكوراسيون يعني كنوليو مختصين غير في هذا الشيء. نعم حبيبي. بالنسبه للاسعار الاسعار كاين شويه الغلا الصراحه كاين الغلا السبب لهذا المشاركه هذا العام ولا لا كاين شي حوايج اللي ديما غاليين وكاين شي حوايج اللي هذا العام غلاو. لا وعلاش السبب يعني كاين شي حوايج كانوا ما كانوش يتعشروا ولا يتعشروا يعني هذا هو السبب الرئيسي ديال الغلاء في الاسعار. واه واه كان بيعوا مسائل ديال العراسات تاع داك الشيء يعني هذا العام ما خدمناش كاع فيه راه باينه ما كانش السوق باقي محطوط. واه الله يودي الله يودي الله يودي. واش غادي نقول لك نتمنى ان شاء الله تكون شي التفاته لهذ الجهه الشرقيه لحقاش الشباب هنا راه يعاني بصراحه شي التفاته ان شاء الله باش الناس تلقى فين تخدم و يعني ماشي نشوفوا غير واخا التاجر راه يعاني ولكن ماشي كما هذاك اللي ما يدخلش كاع هذاك هو اللي الله يحسن عوان. مرحبا
اللهم امين. هاك قلت له 25 درهم. 25 فاش؟ الامازيغ المغاربه كنقول لهم سنه فلاحيه جديده اشكواسي فولكين ايتما دي السماء نتمنوا ديما تكونوا بخير وعلى خير سنه امازيغيه ان شاء الله كل عام وانتم بخير ان شاء الله. دابا انت نعم اسيدي دابا دابا كاين بعض الاصدقاء كاين اللي ما يقدرش كاع يجي يدخل للسوق لهاد السحام وهادي كنديو له المسائل ديالو نديرو ليفريزون. لا دابا الناس عارفينها في الاخر كنديرو ليفريزون الاصدقاء ديالنا وهادي واللي بغى مرحبا به العموم ما عارفينش ولكن اللي بغى ولا نوصلوا له ولا مرحبا به ماشي مشكل. ما فكرتوش فيها ان شاء الله كنفكروا فيها عندنا الفيسبوك ديالنا مع الاصدقاء ديالنا وهادي تجاريه وان شاء الله ان شاء الله كنخمو باش نديروها ان شاء الله 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 كنفكروا فيها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله كنفكروا فيها ان شاء الله فكره مزيانه وشكرا الله يبارك فيك شكرا الله يحفظك شوك ما لقيت كنهاود دير المشاهد يشوف تي في يعني اني جاي تنا شي كلمه بغيتني نشكي لا الله يفوت تبارك الله يفوت واش قطع الصوت لا كاين الصوت اذا المشاهد يشوف تي في يعني كنا مع السي فريد هنايا هادو اصل ديالهم يعني صحراوي ولكن قدام في وجده واصدقاء ديالنا ونعرفوهم من زمان كما كنقولوا حنايا وتبارك الله عليهم يعني هما راه مقدم في هذه التجاره ديالهم هنايا ومن الناس اللي معقولين واللي نقيين معروفين هنا في السوق وديجا الاخ اللي كان يهضر كنا صغار في الكشفيه تبارك الله عليك اذا الله يحفظك الله يعطيك الخير اذا غادي نكملوا الجوله ديالنا هنايا في السوق ونشوفوا الاجواء ديال السنه الامازيغيه مع مجموعه ديال الناس اللي غادي نهضروا معاهم باش ان شاء الله نشوفوا الصديق تعطينا كلمه يلا لا صافي تبارك الله عليك صبر نقادوا الميكرو الله يبارك فيك خويا شوف اذا المشاهد يشوف تي في حنايا عند صاحب محل اخر اللي بيع الفواكه حتى هو نشوفوا درت شويه معاه يعني بهذه المناسبه السعيده كنتمنوا الامازيغ مغاربه يعني سنه سعيده وانا كذلك امازيغي عزكاس مباركي نتمنى ان شاء الله تدخل علينا بالصحه والعافيه وطول العمر بسم الله الرحمن الرحيم الاسم ديالي الرحالي يحيى سي الرحالي بغيت تهضر لي شويه على مدى التجاوب تاع الساكنه مع هذا اللي كنسميوه الناير الله يا ودي الله يا ودي هذا الموسم هذا كنسميوه الناير اللي معروف عند الجاليه الشرقيه هنايا بالناير وهو موسم كيكونوا فيه جميع انواع المكسرات يعني داكشي الفواكه الجافه ولكن بالقشره الحكمه في التهراس كاين كلشي كاين قرقاع لوز باكا منوازيت مندق ضروري موجوده
وهاد السنة هاد الموسم هذا معروف السنة الأمازيغية ولا السنة الفلاحية ولا عندنا الناير، وكاين إقبال في هاد المدة هذه. عندك شوية شي نبذة تاريخية على شكون الأول اللي دار هذه مدينة وجدة معروفة، محرر مدينة وجدة ومؤسسها زير بن عطية. تاريخيا لا مؤسس مؤسس لا مؤسسها الله يا ودي الله يا ودي مؤسسها زير بن عطية، مدينة الألف سنة وعاصمة الثقافية يا سيدي. الجهة الشرقية راه واخا راها يعني عشوية ناس راه سامحة فيها يعني الحق كيعطيو الأهمية للداخل وناسين الجهة الشرقية، ولكن الحمد لله مازال الخير قدام. هي الحمد لله قبل كان واحد الإقبال يعني كبير، ولاني مع هاد المرض الجديد ومع هاد كورونا يعني كاين واحد التأزم حقيقة، كاين واحد التأزم وتأزم كبير يعني. حسيتوا بها؟ لا ضروري تحس بها، راه كاين الفرق ما بين العوامات اللي فاتوا وهاد العام. واخا الحمد لله كاين يعني الناس كيزيروا شويه باش يفرح لولي، لحقاش هادو راه تقاليد واعراف يعني كيحافظوا عليها، وهادو راه يعني دوك الاطفال الصغار يعني الوليدات بالضروري تفرح الوليدات يعني ما خصكش تسمح. والحمد لله يعني واش غادي نقول لك، بركه في الاقبال البركه نتمناو نتمنى. انت تبان لي من الناس اللي كتخدموا داك الشيء ديال الاعراس والافراح. حنايا يعني كنخدموا مع لي تريتور، جا واحد كنخدموا مع القاعات ديال الافراح ناخيل قالا وداك الشيء اللي في الطريق، كنديروا بلي كوموند يعني كنوصلوا لي كوموند يعني الحمد لله. وعندنا لاباج فيسبوك تاعنا تاع الاخ ديالي، واخا دايرها بيرسونيل ولكن ندخل فيها الصوالح. النمره تاع التليفون موجوده، النمره ديال الحانوت 158 راه معروفين، ولاد عبد القادر الزكراوي مرحبا. واش غادي نقول لاخي الزبناء ولا الناس اللي كيشوفونا المتابعين تاع شوف تي في، مرحبا بهم عندنا يعني اثمنه مناسبه صوب التقسيط صوب الجمله والحمد لله. يعني واش غادي نقول لك، بالتقسيط يعني هذا غير محل كانت تمشي دير، كاين واحد اخر الله يا ودي كنبيعوا العطور يعني بمطحونين ولا حب، كنبيعوا صوالح الكاطو، كنبيعوا كل شيء يعني اي حاجه خطرت لك على البال راها موجوده. اتوبسيون اخي ميرسي. قدام هنايا الوالد ديالكم من الوالد السلام حاج، الوالد ديالي في عمره 60 سنه دخل مولا 13 عام، وحنايا يعني ولادو موراه والحمد لله يعني مكملين هذه المسيره. يا ربي امين يا ربي امين يا ربي امين. شكرا جزيلا، التوفيق وسنه سعيده، ونتمنوا نشوف تي في مسيره والتوفيق ان شاء الله وما زاد دائما في الاستمرار. يا سيدي شكرا، خليك هكاك لايف عام. مرحبا صافي اخي، دير كوبي تاعك يلا دير التجاره. شكرا خويا. شوف تي في يعني كنا في الاجواء ديال يعني الاجواء كما كتشوفوا يعني الناس باقي اقبال ديال الناس يعني هنا في السوق. هذه الجهه هذه اللي باش نعرفوا مزيان، هذه الجهه في وجده معروفه بالعطاره واللي يبيعوا الشيء تاع الفواكه الجافه الجاتو وكل شيء. اذا كنتمنى لكم سنه امازيغيه سعيده، تبارك الله عليكم، لنا لقاء اخر ان شاء الله مع عائله وجديه باش نشوفوا يعني من داخل منزل عائله وجديه الاحتفالات ان شاء الله كي دايره. تبارك الله عليكم، تحياتي.